معنا مشاهدينا عبر سكايب من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش السوري الحر. إبراهيم مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا تطورات الأوضاع الأمنية في المناطق الأربع التي خرق فيها النظام الهدنة والتطورات من عندك. نعم، اهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. بالنسبه طبعا لما حدث اليوم في عموم سوريا من خط واضح للاتفاقية لاستانا او مناطق خفض التوتر التي ابرمت في وقت سابق، وكان اخرها في لاستانا 6 محافظه جب. هناك قصف طبعا جديد من قبل الطيران الحربي السوري طال عده مناطق ان كان في ادلب وحما، وهي المنطقه الاخيره التي شملها اتفاق مناطق خفض التوتر. صواريخ سي 8 التي استهدفت احياء مدينه خان شيخون، وهي تعرف بالصواريخ القنابل العنقوديه والفراغيه ايضا، وهي من الاسلحه المحرمه دوليا، طالت مدينه خان شيخون. ايضا كان هناك قصف من قبل الطيران قوات النظام استهدف كل من التمانعه واللطامنه وكفر زيده في ريف حماء الشمالي. هذه المناطق التي وثقناها اليوم بعد اليوم الاول من اتفاق اسيتانا 6، هذا بالنسبه لادلب وريفيا وايضا حما. اما في منطقه الساحل كان هناك استهداف من قبل قوات النظام والميليشيا الايرانيه المتواجده في الساحل في قلعه شلف لمناطق قريب محاور جبل التركمان وجبل الاكراد، اقتصرت فقط على الاضرار الماديه. ايضا بالعرض الاتجاه نحو المنطقه الوسطى وحمص وريف حمص الشمالي، ان كان الرستن او حتى دير فول، هذه المناطق التي تتعرض بشكل دوري لقصف بالمدفعيات الثقيله لقوات النظام من في الحاجز المتمركز. ابراهيم، ما زالت الخروقات مستمره حتى اللحظه؟ طبعا هذه الخروقات التي تحدثنا عليها كانت منذ الصباح حتى تمام الساعه الثالثه، طبعا تم توثيق كل هذه الخروقات، اما منذ تقريبا ساعتين حتى الان لا يوجد اي خرق في المناطق التي ذكرتها، وتحدث عن المحور الشمالي والمحور او الاوسط فيما منطقة العاصمة دمشق، إن كان حي جوبر أو حتى كفر بطنة وأيضا عين ترم، هذه بشكل دوري. وحتى هذه اللحظة ما تزال هناك خروقات، إن كان محاولة قوات النظام والميليشيا الإيرانية التقدم باتجاه مناطق سيطرة الثوار، وأيضا في المحور الجنوبي في المنطقة الجنوبية كان هناك خرق واضح من قبل قوات النظام استهدافها بلدة علمة الواقعة في ريف درعا، أدى إلى طبعا أضرار مادية في تلك المنطقة. طبعا هذا شيء متوقع من كل من قوات النظام بالقيام بخروق متتالية بعد كل اتفاق من أجل عملية استفزاز كان للمجتمع الدولي أو حتى للثوار المتواجدين من خلال استهداف المدنيين عبر سلاح الجو أو حتى مدفعيتها القريبة من المنشآت. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر سكايب من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش السوري الحر.